صراحة لو عدنا قليلا قبل الدخول في موضوع الحوار وأهمية الحوار وهل الحوار مجدي أو غير مجدي، لكن إذا رجعنا قليلا إلى ما بعد انتخابات 2018 عندما النتائج لم تكن مرضية للشارع العراقي ولم تكن نتائج حقيقية تبين الواقع الانتخابي أو الخارطة الانتخابية للشعب العراقي، كان هنالك الكثير من علامات الاستفهام والتزوير حول هذه العملية. لذلك دعينا نحن في ائتلاف النصر منذ البداية إلى انتخابات مبكرة، كون أنه هذه العملية سوف تفضي إلى مشاكل، وفعلا حدثت فيما بعد المشاكل. وعندما تم تغيير الحكومة، استقالة حكومة السيد عادل عبد المهدي وجاءت حكومة السيد الكاظمي عفوا، كان هنالك تعهدات من قبل هذه الحكومة، وأوجبت نفسها الحكومة بنقاط محددة، وهي يعني ترتيب الوضع الاقتصادي، إعادة هيبة الدولة، ومحاسبة قتلة المتظاهرين، وكذلك يعني بعض الأمور الاقتصادية المهمة. وهذا يعني المهمة الرئيسية اللي كانت لهذه الحكومة، حصرت المهمة الرئيسية بهذه النقاط المعدودة. والذهاب إلى الانتخابات المبكرة كانت من أفضل أو أول النقاط اللي تم تعهدت بها الحكومة. إذن العملية السياسية أفضت بعد انتخابات 2018 إلى طريق مسدود، لذلك كان لزاما أن نذهب إلى انتخابات مبكرة.